بقولوا انه نمت بالشام، انا ما نمت بالشام. كيف فيني نام؟ يمكن من اصعب لحظات حياتي هيدا اللقاء. لم يلتزم الاسد بكل ما وعد الحريري به، كل لقاء معه كان اسوأ من السابق. عبر اكثر من مرة امامه عن استيائه من استمرار تحالف 14 آذار. تزامن ذلك وضغوطا متنامية تناوب عليها وزراء 8 آذار، مطالبين بإدراج ما سموه ملف جهود الزور على جدول أعمال الحكومة استباقا للقرار الاتهامي الذي اقترب موعد صدوره. وفي المضمون فتح الحديث عن شهود الزور الطريق إلى الشام، وأبقى الأفق السياسي اللبناني معلقا على ملف. لو أنا كنت بدي أبقى رئيس حكومة بال2011 وما استقالوا اللي استقالوا يومتها وكانوا فخورين، كان فيني أعمل مثل ما هني بدهم ودلني رئيس حكومة، ولكن أنا رفضت بس لما شفت أنه هيدا الشيء كان على حساب البلد. بدا واضحا أن الأسد وحلفائه يسعون من خلال السنسين إلى إطاحة المحكمة الدولية، فقرر الحريري مصارحة عبد الله بن عبد العزيز والطلب إليه وقف المبادرة. زاره في نيويورك في 8 كانون 2 2011، حيث كان يمضي فترة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية. أطلعه بالتفصيل بحضور نجله عبد العزيز على الصعوبات التي يواجهها مع بشار. بطريقة كتير واقعية عرض له أنه ما في شيء من اللي التزم فيه بشار الأسد أمام الملك عبد الله صار، لا بل بالعكس كل الخطوات المعاكسة لهذه الروحية من شأنها أنه إذا استمرت تؤدي إلى هزيمة فريق 14 أزار السياسية بلبنان، وهذا شيء ما كان مطلوب من حدا. يعني كان المطلوب انتقال بشار الأسد من حضن إيران إلى الحضن العربي. بشار الأسد كان عم يستعمل نفس المبادرة اللي سميت سينسين، اللي محاولة نقل العمود الفقري ل 14 أزار من أحضان العرب إلى أحضان إيران. كان الاستنتاج كتير واضح أنه هيدي مش ماشية. غضب الملك من سلوك الأسد، فطلب من نجله الاتصال به وإبلاغه عن استيائه، فقال بشار أنه لا يستطيع أن يمون على حلفائه اللبنانيين. رد عبد العزيز أن الملك سحب يده من الموضوع، فقال الأسد وأنا سحبت يدي أيضا، وبدأ العد العكسي لإسقاط حكومة الحريري ولانكفاء السياسة السعودية عن لبنان.